في بطوله الحقيقه صعبه جدا، بطوله شارك فيها 172 لاعب ولاعبه من 25 دوله، والبطوله كانت بتتلعب على صاله 2. طبعا حضراتكم شايفين البساط دي، صاله 2 في مجمع الصالات، ومنتخبنا حصد ميداليتين بروجيتين. جم من خلال مين؟ من خلال منافسات زوجي سيدات والزوجي المختلط بعد الخساره في نصف النهائي. طيب الميداليتين جت من خلال مين؟ ضحى هاني وهنا زاهر، ده في زوجي سيدات، وادهم حاتم وضحى هاني في الزوجي المختلط. خليني بس اقول لكم الريشه الطائره لعبه يعني بدات تخطو خطوات للعالميه، في ناس شغاله، لعبه بتشتغل بامكانيات برضو يعني لسه في بدايتها. شاركوا في اولمبياد طوكيو ان شاء الله، يشاركوا في اولمبياد باريس، واحده واحده ممكن نوصل. الفار ايست او دول يعني الشرق الاقصى، الهند والدول اللي هي هناك متقدمين جدا في هذه اللعبه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا مندوبين من الاتحاد الدولي حضروا البطوله، اكيد كاميرا الابطال ما سابتش هذا الحدث، كانت موجوده في قلب الافتتاح، صورنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. بطولة مصر الدولية دي المرة الثامنة بننظمها، الحمد لله طبعا احنا ناجحين فيها الحمد لله كويس جدا، وده اللي بيخلي اكتر من 25 يعني افريج من 25 30 في المرات اللي فاتت دول بتيجي. وطبعا المرة دي ليها كمان وضع مختلف عشان هي في الكالندر بتاع الاتحاد الدولي المؤهلة لروتو باريس، هي كل سنة بتبقى في الكالندر بس المرة دي ليها ويت مختلف علشان البوينتس اللي اللعيبة بيجمعوها عشان يروحوا الأولمبياد. طبعا احنا مصر الحمد لله يعني مش بس دي البطوله اللي احنا بننظمها دلوقتي، احنا عندنا كمان بطوله البارا افريقيا 2024، وبعدها بشهر على طول عندنا بطوله افريقيا للرجال والسيدات سينيورز، ودي برضو تعتبر من المؤهله، فتبقى بطوله قويه جدا ان شاء الله. يعني تقريبا معظم دول افريقيا حتى اللي ما كانوش بيجوا بتحبوا يجوا، غير عشان مصر عشان البوينتس برضو بتاعت اللوتو بارس. يعني السعوديه بنفسها كلها تدعمني من ناحيه توفيري من الاتحاد، طبعا توفير تدريبات واماكن للتدريب من ملاعب مهيئه من كل شيء. طبعا اهلي اصدقائي كلهم يدعموني. اخترت رياضه الريشه لانها جدا ممتعه، فيها تنافس جميل وفيها ذكاء وسرعة وقوة. الصالة كانت كبيرة جدا وكان في دول كثيرة موجودة وكانت experience حلوة. Devo dire l'anno scorso mi è piaciuto tanto, è andato bene tutto senza problemi. Quest'anno ancora ci sono solo il primo giorno quindi non posso ancora dire tanto, però mi piace. بتقول ان هي عجبتها البطوله، هي شاركت السنه اللي فاتت فيها، ولكن هي البطوله دي ده اول يوم ليها فهي ما تقدرش تتكلم عنها كتير، ولكن عجبتها جدا السنه اللي فاتت. L'anno scorso ho fatto due finali e devo difendere i miei punti così sto ancora alta nel ranking mondiale. بتقول لحضرتك ان هي شاركت السنه اللي فاتت في البطوله هنا وخدت ميداليتين، ميداليه فيهم ميداليه ذهبيه، فهي جايه هنا تشارك للمره الثانيه عشان تدافع عن النقط بتاعتها وعن المركز اللي هي وصلت له وحققتها. الحقيقه طبعا مصر من الدول الكبيره قوي في افريقيا، من الدول المهمه قوي، احنا دي تامن مره لينا ان احنا ننظم البطوله دي. الحقيقه كل سنه بنعملها احسن من المره اللي قبلها. المره دي البطوله متنظمه كويس جدا، متنظمه على اعلى مستوى. المره دي في بلاد كتير قوي موجوده لانها بطوله مهمه جدا للتاهيل كمان، لان البطوله دي داخله في البوينتس المؤهله لاولمبياد باريس. فالحقيقه البطوله مهمه جدا وانا مبسوطه جدا ان انا بلعب في ارضي. بطوله مصر الدوليه دي النسخه الثامنه في مصر هنا، عندنا 24 دوله مشاركه بمعدل 172 لاعب، وده عدد كبير جدا. النهارده بس اول يوم في البطوله لعبنا 98 مباراه، وهي تلعب 98 مباراه وده رقم كبير جدا. البطوله بيقام على هامش البطوله كورس خاص بالاداره الرياضيه من الاتحاد الدولي، فاعضاء الاتحاد الدولي موجودين في كورس خاص في البطوله على هامش البطوله، وجم طبعا شافوا الافتتاح البطوله وشافوا الملاعب وشافوا المنشات وشافوا الفنادق اللي الناس نازله فيها، وعجبوا جدا بالمستوى دوت، وده كمان بيأهلنا عشان تنظيم بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 2 اللي جاي في ريش الطايره. السنه دي 2023 مشارك عدد كبير جدا من الدول، احنا عندنا
872 لاعب، وده طبعا يعتبر رقم ضخم جدا بالنسبه لمشاركه اللاعبين، اللي طبعا عارفين ان اغلب الناس دلوقتي جايين، لان دي بطوله دوليه، فهم جايين عشان يتاهلوا بيها، بياخدوا عليها بوينتس عشان بيتاهلوا بيها لاولمبياد باريس 2024. عندنا 25 دوله، ده غير مصر كمان 26 دوله، وطبعا في مصر بيبقى مشارك لاعبين كتير جدا منها، فتعتبر من البطولات القويه جدا. الاعداد اعتقد يعني دايما بتبقى اعداد كبيره، بس السنه دي كانت العدد كبير قوي بصراحه. البطوله من كبرى البطولات في الشرق الاوسط، البطوله بتزيد كل يوم قوه، كل سنه عن سنه بتفرق البطوله. الحمد لله عندنا 25 دوله، عندنا 86 لاعب اجنبي مصنف من 25 دوله، عندنا 75 لاعب مصري بيشاركوا في البطوله. البطوله من ضمن البطولات المؤهله لباريس 24. عندنا كمان ايفنت كبير جدا، عندنا مدير التطوير للاتحاد الدولي موجود في مصر، عندنا مدير مسابقات الاتحاد الدولي، مديرين النظم والتدريب في الاتحاد الدولي، كورس كبير جدا بيتعمل في مصر على هامش بطوله مصر الدوليه. ان شاء الله بنطمح ان تكون مصر مركز لتطوير الريشه الطايره في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وده اللي احنا بنشتغل عليه، وعندنا لقاءات مع مسؤولين الحكومه المصريه ان شاء الله لتنظيم هذا الامر.